معانا الأستاذة داليا من القاهرة. أستاذة داليا لسه معانا؟ ألو ألو، أيوة مع حضرتك. اتفضلي يا الشيخ. الحمد لله. أنا مشكلتي مشكلة، فمش لاقي حد يحلهاني ولا حد يقوم معايا. يلا نحاول إن شاء الله ومعانا ربنا سبحانه وتعالى. الحمد لله الحمد لله. أنا معايا ولدين بس مش من نفس الزوج اللي معايا. طيب. فمعايا بنتي ولدين من زوج من زواج سابق. أبوها الزوج اللي معايا. فالزوج اللي معايا دلوقتي، سامعني حضرتك؟ يبقى احنا عندنا ولدين، ولد وبنت من زوج من زواج سابق. البنت بقى البنت مالها بقى؟ البنت ما تعرفش مين ابوها، عارفه ابوها اللي معايا. يعني هي بتظن ان والدها هو زوجك الحالي. زوجك الحالي ما بيخلفش؟ لا، هو متجوز وانا متجوزاه عرفي. ما عشان كده انا سالت السؤال ده. طب وبعدين؟ متجوزاه عرفي وهو متجوز. البنت عندها كام سنه؟ أنا متجوزة بقى لي 5 سنين. طيب ده خطأ فادح. البنت عندها كام سنة؟ البنت عندها 4.5. إزاي؟ أنا متجوزة، اللهم صل على النبي، متجوزة بقى لي 4 سنين، البنت عندها 5 سنين. طيب كده ماشي، معقول، مفهوم كده. لا اللي... دي معلش. طب كملي يا فندم. يبقى البنت عندها دلوقتي 5 سنين وأنت متجوزة زوجك الحالي من 4 سنين. فين السؤال؟ السؤال ان انا بعد 5 سنين جاي دلوقتي يقول لي حماية، قال لي اختار بين دي وبين دي. ده امر متوقع. ايه اللي خلاكي تتجوزيه عرفي؟ ان انا كنت تعبانه في المستشفيات، كنت ما انا معيش شهاده، انا كنت شغاله عامله وكنت متبهدله وقاعده عند بيت والدتي. يعني الملامه دلوقتي مش من حد حضرتك يلميني بعيالي، فلما صدقت ان انا اخدت الشخص ده. طيب يا بنتي، انت بتسالي دلوقتي هل اللي بيعمله الشخص اللي اتجوزيه زواج عرفي ده، هل اللي بيعمله ده حلال ولا حرام؟ هو كده ظلمني، يعني هو كده ظلمني انا من غير سبب. صدقني انت اتجوزتي يعني بوجود شهود ووجود واهلك عارفينه كده؟ ووالدي وعمي وفي شهود ومحامي. طيب بصي يا بنتي، انت عندك مشكلتين اساسيتين. مشكله، لا اتفضلي، عايز تكملي سؤالك. اتفضلي يا استاذه داليا. من حق ان انا ارفع للشيك ده ولا ابص للعشره اللي هو كان معيشني برضو 5 سنين بعيالي؟ من حقك تعملي ايه؟ من حقي انا كاتبه عليه شيك، من حقي ان انا ارفع الشيك ولا مش من حقي عشان خاطر العشره؟ الشيك دوت اداهولك يعني باعتبار ان الشيك دوت عباره عن مهرك مثلا؟ الشيك عباره عن ضمان ليا انا منه هو. لا، انت من حقك تاخدي الشيك ده، لكن في نفس الوقت انا كاتبه عليه شيك، فانا في نفس الوقت مستحرمه ان هو كان معيشني ومعيش عيالي ولمني زي ما بيقولوا كده بالعربي، يعني قاعده بين 4 حيطان، فانا ساكته الحمد ربنا. هل انت عملتي له شيء يستدعي ان هو يطلقك؟ لا 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 والله ما عملت حاجه. لا ده طيب في يوم هل انت اسمعيني يا استاذه، هل انت عندك اموال تنفقي بيها على اولادك؟ لا لا، ده انا كنت شغاله عامله وتعرفت عليه وانا بمسح البلاط وده وده. هو لما ادالك الشيك ده اداهولك عن طيب خاطر، ما انت ما غصبتوش على حاجه. لا، اداني الشيك او يعني على ضمان كده ان انا مش هسيبك الشيك ده. انت اللي والدي ما كانش راضي على العرس والكلام ده، بيقول حرام ومش حرام وما ينفعش ان احنا حد فينا يتجوز. انت خدت مهر ولا لا؟ خدت مهر ولا لا؟ لا انا ما خدتش حاجه، خد الاموال اللي في الشيك ديت اللي هو كتبه لك متبرعا، وكان تعويض ده عن مساله المهر بتاعك، ولو ربما الشيك ده تكون القيمه بتاعته بتساوي المهر بتاعك ده. فخدي المال ده، اذا هو طلقك او سعى في طلاقك خدي قيمه هذا الشيك، لان في الحقيقه ليس من العدل ان الناس تتجوز الناس وبعدين ترميها، فالناس تتعرض لفتنة ضخمة مهولة، لا لشيء إلا لأن شخص كان عايز يحس برغبة ولا يحس بشهوة، وبعدين في الآخر خالص. طب هو ما كانش عارف إن هيبقى فيه ضغوط اجتماعية عشان يطلقوه منك؟ أكيد كان عارف قبل الجواز. فاللي حاصل أنت ما تخليش حياتك تتعرض لاضطراب. ونصيحتي ليكي، لو حصل أي نوع من أنواع إنهاء هذا الزواج تريسي، وبلاش حكاية الجواز العرفي ده، لأن دوت
كتير جدا جدا بيذل المرأة وبيخليها تحس بالضياع وتحس بقلة القيمة، وعشان كده ما تعمليش كده تاني. وأنا بقول لزوجك أهو اتقي الله، دي زوجتك، وروحوا وثقوا الزواج ده. يعني أنا منتظر منك إن أنت تطيع ربنا وتروح توثق زواجك منها، مش إن أنت تسيبها وبعد كده تغدر بيها وتسيبها. لا، المنتظر إن أنت ما تطلقهاش بلا سبب، إلا إذا كان سبب بس إن أبوك بيضغط عليك، ده مش معنى. وده على فكرة مش من بر الوالدين إن واحد يكون متجوز واحدة فأبوه يقول له طلقها فيطلقها، لا ده مش من بر الوالدين. لكن في مشكلة أنت تجاوزتيها، أنا مش عارف تجاوزتيها إزاي، وهي مشكلة إن البنتك فاهمة إن زوجك التاني اللي هو مش أبوها إن هو أبوها. لازم تعرفي بنتك الحقيقة دي، ولازم تفهميها إن هو مش والدها، ومفيش حاجة خالص ما أنت متجوزة على ما أنت متجوزة. فما ينفعش ان انت تفهمي بنتك ان حد تاني هو ابوها وهو مش ابوها. ياما حصلت مصايب من جراء الفكره دي ومن جراء المعنى ده. فهميها ان ده مش ابوها ومش والدها، ولازم تعرف مين ابوها ومين والدها. الكلام ده، الطلاق ده مش بيبقى طلاق للاطفال، الطلاق ده بيحصل ما بين الزوج وزوجته مش ما بين الاطفال. الاطفال بيظل الاب ينفق عليهم. يا جماعه اتقوا الله سبحانه وتعالى في الاولاد، احنا مش ناقصين وجع. الأولاد دول نعمة ربنا بينعم بيها علينا، لكن ده يرمي وده يرمي، ده مش تقوى الله سبحانه وتعالى، ده ظلم والعياذ بالله. والظلم ظلمات يوم القيامة، وإن من أعظم الإثم أن يضيع الرجل من يعول. أستاذة أسماء تتفضل. أيوة معاك حضرتك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا فندم. حضرتك أنا مطلقة ومعايا 3 أولاد، بنتين وواد، وانا مع والدي واخويا اللي اخويا متجوز ومخلف واخ لسه متجوز. نعم. وطليقي ساعات ما احنا متفقين، يعني قاعدين قاعده كده بعد قبل ما نتطلق، اللي هو شهر لو ما كل شهر يبعت 500 جنيه ولو نعم. مش لو اشتغل يبعت يعني ازيد، عشان هو شغال بتاع رخام، بيركب نعم. رخام. نعم. وطبعا دلوقتي شهر يبعت وشهر ما يبعتش، شهر يبعتش خالص وشهر يبعت 200 جنيه يقول انا مش شغال، خلوا امك تروحي معرفش ايه، وتفضل يتكلم كلام ملوش اي لازمه. لا حول ولا قوه. وانا مش عايزه اوقف حد من اخواتي، يعني انا ضفر اخواتي الاثنين بالدنيا عندي، وانا مش عايزه اوقف اخواتي في اي حاجه ولا اهلي، احنا ناس على قدينا، وانا مش عارفه اعمل ايه. قدكم قد الدنيا يا بنتي، ما تعمليش ما تقوليش الكلام دوت ما ينفعش. مش عشان واحد ترك مسؤوليته يخلي الناس تحس بان هي عاجزه. وبنتي داخله المدرسه اول سنه ليها حضرتك، اول سنه ليها، والثانيه راح سنه رابعه، تمام؟ نعم. اول سنه ليها بتقول لي يا بابا انا عايزه اجيب حاجه المدرسه، خلي مامتي تجيب لك معاها، مش معاها فلوس. وانا والله انا معايا ما كنتش قلت له انا مش عايزه انزل الشغل واسيب البنات والولاد، البنات صغيرين لو لقاهم كبير كنت نزلت اشتغلت، لكن انا ما ينفعش اسيبهم، ما ينفعش اسيبهم في البيت مع والدتي. والدتي تعبانه عندها القلب والسكر والضغط، ما ينفعش، ملهاش ملاحظه ليهم. بصي يا بنتي انا اتعامل دلوقتي معاكي كانك بناتي، وسافتيكي بنفس الشعور ده. بصي يا بنتي، احنا مش هنرضى بان الرجاله ما يورثوش الستات، ونرضى كمان ان هم يظلموا الستات ويمنعوهم النفقه. بنتي الراجل ده لو ما ادالكيش نفقه، خدي نفقتك بالوسائل الشرعيه والقانونيه. انت واجب ليك النفقه. يا ساده النفقه، يا رجال اتقوا الله في نفسكم، النفقه ده واجب عليكم، نفقه اولادكم واجب عليكم. فكره ان انت خلاص لما طلقت الست تدي للاولاد اللي هم من الست اللي انت طلقتها الفتات، ده ليس من تقوى الله، وتديها الحاجة التي لا تؤثر على البيت التاني. لا، انت لازم تعدل، ولازم اولادك دول ياخدوا حقهم، ولو ما خدوش حقهم انت ظالم، والظلم ده تيمحق البركة من مالك. فاتق الله سبحانه وتعالى، اتق الله سبحانه وتعالى، وبلاش الطريقة دي، بلاش تنتقم من زوجتك في اولادك. دول هتسأل عنهم يوم القيامة، ودول اللي بسرهم ربنا بيرزقك. فاتق الله سبحانه وتعالى، وانفق بالمعروف لينفق ذو سعة من سعتي، ده واجب عليك، انت لا تتفضل عليهم، فواجب عليك ان انت تنفق عليهم. طيب انت بتقولي مش عايز اعرض لاخواتي
محدش قال ان احنا نستخدم العنف، بلاش النغمه دي، بلاش نغمه استخدام العنف، خدي حقك بالطرق القانونيه، لكن بلاش فكره العنف ان احنا كل حد ياخد حقه بدراعه. الكلام ده كلام حرام، مفيش حاجه اسمها الواحد ياخد حقه بدراعه. خلي على طول عندك ثقه بنفسك وبلاش الحكايه دي. يعني انا قلبي بيوجعني لما الناس تحس ان هي مكسوره، ولا الناس ان هي تحس ان هي قليله ولا ملهاش حد. بلاش كده، خليكم واثقين في نفسكم، انتوا معاكم المولى سبحانه وتعالى، وخاصه لو كنت صاحب حقه. خلي بالك، وخلي بال حضرتك، انا بكلم الزوج دلوقتي، خلي بالك الست دي مظلومه، وخلي بالك لو انت فعلا معاك مال ومش عايز تنفق على العيال، دعوه من الست دي ممكن توديك والعياذ بالله في محق للبركه وفي ضياع لحياتك. فاتق الله سبحانه وتعالى في اولادك وفي هذه المراه اللي بتربي لك اولادك دلوقتي اللي انت متخلي عنهم، فاتق الله سبحانه وتعالى. السيده ام محمد تتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دكتور عم. يا فندم، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. دلوقتي يعني زوجي يعني اناني، بيخرج مع نفسه، يعني يخرج ويروح ويجي، واحنا ما لناش حق عليه، يجي يا دوبك عاوز ياكل ويشرب وينام. ام محمد، انا ام محمد بيطول عليا، اخوه يجي يكلمني باسلوب مش حلو، والده يمد ايده عليا عادي بالنسبه له، واهلي اهم حاجه عندهم ان انا يعني ما اتطلقش وخلاص، انا حقي ضايع، لدرجه وصلوا لي ان انا يعني بقيت اخد مهدئات عشان اقدر اعيش، وانا دلوقتي معايا يعني ولدين مش عارفه اعمل ايه. بصي حاجه، عايشه حياتي يعني مظلومه بالعافيه. اكلم حضرتك دلوقتي حاجه محمد، انا عايز بس عندي شويه حاجات لازم اقولها لك. بص، مش كل واحد بيمر عليه ظرف صعب يبقى هو يحس ان هو ضحيه ومظلوم، بلاش ده، ده اسوأ طريقه ممكن تتعاملوا مع الاحداث. انا لما يمر عليا ظروف صعبه افكر تفكير ازاي حياتي اصلحها. انت بتقولي ان زوجك شخص بيخرج مع نفسه ويسيب البيت ومفيش اهتمام بالبيت، واهلك مش مقدرين وجعك ان انت حاسه كانك ما عندكيش زوج، فكل اللي بيعملوه ان هم بيخلوكي عايشه في حياتك الزوجيه دي. ما جايز دوت اللي هم بيعملوه دوت باب من ابواب الفتح عليكي. ايه اللي انا شايفه بقى؟ نشوف حد ليه تاثير وحد بيقدر يتفاهم مع زوجك، نعرف الاول هو بيعمل كده ليه. يعني هو لو البيت عنده ما عنديش مشكله زوجيه، بيكون سببها واحد بس، لازم الاثنين بنسب. بنسب، دي قاعده كده عندنا، ده حقيقه من حقائق المشكلات الزوجيه. فاحنا لازم نعرف، عشان بس هو دلوقتي ما هو ما كلمنيش، ما يبقاش انا ساذج واصدق الكلام ان هو تارك البيت واناني وهو عنده مشكلات تتعلق بالبيت. يبقى الحل هو ايه بقى؟ اول حاجه نجيب حد يقعد معاكم انتوا الاثنين من اهلكم، ونحاول بقدر الامكان ان احنا نقرب بينكم ونفهم هو ليه بيسيب البيت على طول. ما جايز هو عنده حاجات ملحوظات عايزه تتصلح، فنشوف الكلام ده. الحاجه الثانيه، طب ده ما ينفعش، تجونا على مركز الارشاد الزواجي في دار الافتاء المصريه وتيجوا عندنا نتكلم كتير قوي قوي قوي، لان في احوال كتيره جدا بيبقى الناس بيحبوا بعض في اول الجواز، لكن ايه اللي بيحصل؟ بيحس ان هو مراته خلاص اهملته، زي ما كنا بنتكلم في الحلقه النهارده، او ان هو حس ان مراته في الحقيقه دايما بتلومه وتنتقده، أو إن هو فعلاً عنده مشكلة في تحمل المسؤولية والاعتمادية، ما بيتحملش المسؤولية وبيعتمد عليكي. كل ده ليه حلول، ولكن الحلول دي لازم تبقى مع خبير. فالكلام دوت لازم نتعامل معاه برعاية وبهناية شديدة. أستاذ أحمد من القاهرة يتفضل. حضرتك الحلقة، أنا مش سامع. يا فندم. على سامعني كده؟ سامع حضرتك كده، اتفضل يا استاذ احمد. حضرتك، انا مع احترامي للاقدام، انا متزوج ومعايا طفل 8 سنين. سامعني؟ سامع حضرتك، اتفضل يا استاذ احمد. الحاله اللي حضرتك بتتكلم عليها بموضوع الحلقه ده النهارده، انا يعني مش عايز اقول لحضرتك، انا بقالي 12 13 سنه عايش فيها، ما خليتش يتوب الارض، يعني مع احترامي برضه لزوجها، عشان خاطر بني ادم، ما بسخرش من بني ادم. ما خلتش لا صغير ولا كبير ولا حلو ولا وحش الا لما شاهدتهم عليها. هي ما شاء الله مقتدره او معاها مهنه بتدخل دخل حلو، وانا راجل سواق.
تمام حضرتك؟ تمام. معلش سامحني والنبي ان انا بطول عليك. حبيب قلبي انا حبيب قلبي انا عندي كان عندي احساس عشان كده قلت ايه؟ قلت لها الكلام ده مع عدم لان انا ما سمعتوش واديني بسمع حضرتك اهو. الله يكرمك. بس انا ايه رايك حضرتك يا استاذ احمد؟ انا عندي راي تاني. اتفضل. انا بتكلم بما يرضي الله يا شيخ. طب ايه رايك؟ ما انا اكلمك برضو بما يرضي الله. كمان انا بقول لحضرتك انا سواق بمعنى اني بمشي على هوا. اسمعني اسمعني يا عمر، ربنا يحفظك يا رب. واسمعني اسمعني اتفضل. انا حتى لما بعلم بدرب المفتين ولا بعمل اي حاجه بحب جدا جدا قيمه، سواء في اللي بيقدموا برامج فيها فتوى، سواء بيكلموا برامج دينيه، لازم يبقى في قيمه اساسيه عندنا اسمها قيمه حفظ السر. يعني انا ممكن افضل اكلم حضرتك كده ونقول الكلام لطيف قوي قوي والحلقه، لكن وبعدين انا ده ممكن يؤدي. اسمع بس يا سيد احمد، اسمع بس يا سيد احمد، اسمع بس. أنا ممكن ده يؤدي الى ايه؟ العدم اصلاح الحال بينكم انتوا الاثنين. فالحل هو ايه دلوقتي؟ لو حضرتك تحب، ودوت ما بنعملوش دايما، لو حضرتك تحب ان انت تتفضل، والسيده طليقتك دلوقتي، هي طليقتك دلوقتي صح؟ طليقتي انا لاجل ابني، انا عايش تحت رجل الدنيا كلها. طب حبيب قلبي يبقى احنا نعمل ايه؟ تتفضل حضرتك وانت وهي، ونحاول بقدر الامكان نحط نظام محترم راقي يتناسب مع حبكم انتوا الاثنين لاولادكم، لان عدم وجود النظام ده والتراشق ومحاوله اذى بعض ومحاوله دوس على الثاني ده وشيطنته سواء من اي طرف من الاطراف، ده مش هيكون الطريقه الحسن. ولو حبيتوا ان حضراتكم تتفضلوا ونقوم بده، اهلا وسهلا بيكم، وده افضل من ان احنا نفضل نعرض اسرار البيت على الهوا كده. فتفضلوا حضراتكم، واسعى ان احنا نكون في خدمتكم. انا يعني اسعد ان انا اكون في خدمتكم.